حزب الله يعلن استهداف مواقع لمدفعيات إسرائيلية في منطقة الزعورة بعشرات الصواريخ الكاتيوشا. مصادر أمريكية تؤكد أن إيران ستشن اليوم هجوما على إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ ومسيرة، ونتنياهو يؤكد أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن مجمع الناصر الطبي ومستشفيات الأقصى والخير في غزة متوقفة تماما عن العمل. نشرة إخبارية مفصلة من النيل الأخبار، أهلا بحضراتكم. مرحبا بكم. وإلى التفاصيل، أطلق حزب الله 50 صاروخا من جنوب لبنان تجاه مستوطنات إصبع الجليل بإسرائيل، كما أعلن الحزب إطلاق عشرات الصواريخ صواريخ الكاتيوشا صوب مواقع مدفعية إسرائيلية في منطقة الزعورة شمالي إسرائيل. واعتبر حزب الله أن القصف جاء ردا على العدوان الذي شنه جيش الاحتلال الإسرائيلي على قرى جنوب لبنان، خاصة في بلدتي أطيبة وعيد الشعب. وفي الجانب الإسرائيلي، أعلن المتحدث باسم الجيش اعتراض أغلب الصواريخ التي أطلقها حزب الله من جنوب لبنان بواسطة نظام القبة الحديدية. كما أكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في المناطق التي استهدفها القصف. قالت الولايات المتحدة إنها بصدد إرسال تعزيزات إلى الشرق الأوسط لتعزيز جهود الردع الإقليمية وتعزيز حماية القوات الأمريكية، وذلك مع تزايد المخاوف من أن تشن إيران هجوما على إسرائيل. المزيد من المتابعة والتفاصيل تطلعنا عليها الزميلة دينا قنديل. تفضلي دينا. شكرا جزيلا فاطمة. التحية لحضراتكم. وبالفعل أعلنت مصادر أمريكية أن إيران ستشن اليوم هجوما على إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ ومسيرة، وتوقعت أن يستهدف الهجوم أهدافا عسكرية. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه على الرغم من مواصلة بلاده حربها في غزة، إلا أنها مستعدة لأي سيناريوهات في مناطق أخرى، مشيرا إلى حتمية الرد إذا شنت إيران هجوما مباشرا على إسرائيل. الرد الإيراني على القصف الإسرائيلي لقنصليتها في سوريا مؤخرا قادم لا محالة، لكن لا أحد يعلم على وجه اليقين موعد وطريقة تنفيذه، وأصبحت رقو سيد الموقف انتظارا للرد الإيراني الذي لا يعرف أحد ما بعده. لكن الشيء المؤكد أن المنطقة تقترب يوما بعد الآخر من اتساع نطاق الحرب على غزة. التقارير تشير إلى أن إيران نقلت لواشنطن رسالة مفادها بأنها سترد على الهجوم الإيراني على قنصليتها في سوريا على نحو يستهدف تجنب تصعيد كبير، وأنها لن تتعجل في ذلك.
بعض المصادر أشارت إلى أن وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان نقل الرسالة خلال زيارته إلى سلطنة عمان التي كثيرا ما تواصلت بين طهران وواشنطن. ويتوقع المراقبون بدورهم أن تكون ضربات إيران الانتقامية منضبطة وغير تصعيدية، وتشمل خططا باستخدام وكلائها بالمنطقة لشن عدد من الهجمات على إسرائيل. ورجح المراقبون في الوقت نفسه أن تكون الهجمات الإيرانية غير تصعيدية تجاه واشنطن، وألا توجه طهران الفصائل التابعة لها في سوريا والعراق باستهداف القوات الأمريكية أو المصالح الأمريكية في تلك الدول، لأنهم لا يريدون تدخلا أمريكيا. الولايات المتحدة من جانبها طالبت إيران بضبط النفس وإفساح المجال للدبلوماسية، محذرة من أنها ستقف إلى جانب إسرائيل في حالة وقوع هجوم مباشر، في حين هددت إسرائيل بحتمية الرد إذا جاء الرد مباشرة من الأراضي الإيرانية، وهو ما يجعل سيناريوهات تداعيات الرد الإيراني مفتوحة على كافة الاحتمالات. تولت ردود الفعل الدولية بشأن التهديدات الإيرانية باستهداف إسرائيل بالصواريخ والطائرات المسيرة، ونصحت كل من فرنسا وبريطانيا والهند ودول أخرى رعاياها بعدم السفر إلى إيران ولبنان وإسرائيل والأراضي الفلسطينية. في أعقاب تزايد تهديدات طهران بالرد على قصف إسرائيل لقنصليتها في دمشق، توالت تحذيرات العديد من الدول لرعاياها في إسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط بضرورة مغادرتها إيران وإسرائيل والامتناع عن السفر إلى المناطق التي من المرجح أن تشمل تهديدات أمنية. الخارجية الفرنسية حذرت مواطنيها بضرورة الامتناع عن التوجه إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية، كما تم طلب عودة عائلات الموظفين الدبلوماسيين من طهران، فضلا عن منع مهمات موظفين فرنسيين رسميين في هذه البلدان. بريطانيا أيضا دعت رعاياها في إسرائيل للمغادرة الفورية، وناشدت مواطنيها المقيمين داخل دولة الاحتلال إلى توخي الحذر الدائم وزيادة الوعي الأمني. في السياق ذاته حذرت وزارة الخارجية الهندية رعاياها بعدم السفر إلى إيران وإسرائيل حتى إشعار آخر، مشددة على رعاياها في إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم وتقليص تحركاتهم للحد الأدنى. وفي وقت سابق حذرت السفارة الأمريكية في دولة الاحتلال الإسرائيلي رعاياها من مغادرة القدس وتل أبيب، وذلك على خلفية احتدام التوتر في المنطقة. هذا وتوعد مسؤولون إيرانيون بأن إسرائيل ستنال العقاب بعد الهجوم على القنصلية الإيرانية والذي حملت مسؤوليته لدولة الاحتلال. لمزيد من المتابعة ينضم إلينا من حيفا السيد أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي، تحياتي لك، أهلا وسهلا. أهلا بك. قراءة حضرتك للوضع بعد إعلان المصادر الأمريكية، إعلان واشنطن تحديدا، أن إيران بصدد أن تشن هجوما اليوم على إسرائيل، هل هناك مخاوف أمريكية أيضا من أن تتوسع رقعة الصراع في المنطقة؟ أعتقد أن الولايات المتحدة ليس لها مصلحة أن تتوسع رقعة الصراع، وسوف تخسر أكثر مما خسرت لحد الآن بنفوذها بمصالحها وأولوياتها بدون شك. وهذا سيشكل، وهذه تكون حرب غير محسوبة النتائج، ولا يمكن أن تكون محسوبة ما تؤدي له تجاه موقع إسرائيل في المنطقة وأثرها، أم موقع الولايات المتحدة وأثرها. لكن من الواضح أن الولايات المتحدة كما يبدو، وهذا النهج معروف لدى إدارة بايدن، أنها تحاول أن تعانق أو تقوم بعناق الدب أيضا لنتنياهو بالتنسيق فوق المعقول معه بإرسال الجنرالات الأمريكيين إلى تل أبيب والقدس والمشاركة في جلسات الأركان وكابينت الحرب، وكل ذلك أيضا من أحيانا يكون من أجل منع الحرب وليس من أجل إشعالها، نظرا للمصالح الأمريكية، لأنها سوف تصطدم بمصالح كونية قد تغير النظام العالمي، ليست حرب لتكون فقط إقليمية، تكون حرب شبه عالمية فيما لو حدث.
السيد علي خامنئي كان قد أشار حينما أقام صلاة الجنازة على أرواح من استشهدوا في حادث السفارة الإيرانية في دمشق، توعد بالرد وأن الرد سيكون شديد. الرد هنا نتحدث وربما الليلة نتحدث عن رد من إيران، وبرأي حضرتك هذا الرد سيكون من إيران مباشرة أم عبر وكلائها؟ يعني كل الاحتمالات ممكن تكون أو الإمكانيات واردة، لكن أعتقد أنه إيران ليس لها مصلحة استراتيجية في الدخول في حرب مباشرة لا مع إسرائيل ولا مع الولايات المتحدة. نعم. ولذلك قضية أنه الانطلاق الهجومات على إسرائيل من إيران مستبعدة لحد الآن إلى حد كبير، رغم الحديث الذي تقوم القيادة الإسرائيلية وبالذات حكومة نتنياهو. هناك حرب إقليمية بمفهوم حرب الأعصاب الإقليمية وحرب التوتر الإقليمية والترويع، وهي كذلك يعني رأي العام الإسرائيلي يعني في حالة قلق غير مسبوقة، لكن لا تبدو احتمالات الحرب الإقليمية كبيرة بالمفهوم حرب شاملة إقليمية. لذلك إيران أفضل لها كدولة يعني وفق حساباتها وفق تقديراتها وهذا ما تنشره باستمرار الوضع القائم، فيما لو دخلت في حرب إقليمية أعتقد هذا لن يكون في صالحها ولن يكون في صالح الشعب الفلسطيني ولن يكون في صالح قضية غزة، وهي القضية الأساسية التي عمليا الآن تشغل الرأي العام العالمي. ولكن إسرائيل جانب آخر في التصعيد. نعم تفضلي فندم. عفوا. هناك جانب آخر في التصعيد وهو الإلهاء. الإلهاء عن موضوع غزة والإلهاء عن موضوع الصفقة والإلهاء عما يحدث في داخل غزة وعما يحدث في الضغط الغزي. لكن على جانب آخر إسرائيل قالت أنها ستوسع من عملياتها العسكرية في أي مكان، كيف تقرأ حضرتك هذا التصريح؟ يعني هذا تصريح دائما نسمعه وبالذات يعني منذ اللحظة الأولى للحرب كان هذا، وقبل الحرب كان هذا حين بدأ الحديث عن تآكل الردع الإسرائيلي بسبب والأمن القومي الإسرائيلي بسبب الاحتجاجات التي كانت والانقلاب الدستوري الذي كان في قبل الحرب. لذلك هذا الموضوع ليس بالجديد، هذه التصريحات نسمعها في كل حين، فهي من الخطاب الدائم والثابت في الخطاب الإسرائيلي، ليس فيها جديد بشكل معين. لكن أعتقد أنه التصريحات الأمريكية القلق الأمريكي هو لا يمكن أن يكون فقط من أجل الدفع نحو حرب إقليمية، وأعتقد قد تكون هذه الموقف الأمريكي. نعم سيد أمير مخول الباحث في الشأن الإسرائيلي، شكرا جزيلا لحضرتك، كنت معنا مباشرة من حيفا. ذكرت شركة لوفت هانز الألمانية للطيران أنها مددت تعليق رحلاتها من وإلى طهران لمدة 5 أيام حتى 18 من إبريل الجاري، وأنها لن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة. الشركة أيضا قالت إن القرار اتخذ بعد تقييم متأني بالاستعانة بالتقييمات الأمنية للحكومة ومعلوماتها. يتأهب الشرق الأوسط والولايات المتحدة لهجوم إيراني محتمل على إسرائيل بعد هجوم بطائرات حربية يشتبه أنها إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق في الأول من إبريل الجاري. سنتابع مع حضراتكم بالتأكيد على مدار الساعة هذه التطورات في أحداث الصراع ما بين إسرائيل وما بين إيران تحديدا حزب الله، سنتابع مع حضراتكم والمزيد في هذه النشرة مع زملائي فاطمة ومحمد. إليك فاطمة تفضلي. شكرا لك دينا. قال ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية إن المنظمة وشركائها قاموا بزيارة إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفيات الأقصى والخير في غزة، وأشار الممثل الأممي إلى أن جميع المستشفيات متوقفة عن العمل تماما بسبب الدمار الناجم عن الأعمال العدائية. انهيار تام للعمود الفقري والنظام الصحي في جنوب قطاع غزة مع خروج مستشفى ناصر من الخدمة، دمار في خان يونس لا يتناسب مع أي شيء يمكن أن يتصوره المرء، حيث لا يوجد أي مبنى أو طريق سليم، لا يوجد إلا الأنقاض ورائحة الموت. دكتور ريك بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية قال إن المنظمة وشركائها قاموا بزيارة إلى مجمع ناصر الطبي ومستشفيات الأقصى والخير في غزة، مشيرا إلى أن جميع المستشفيات الثلاثة متوقفة عن العمل تماما
بسبب الدمار الناجم عن الأعمال العدائية والهجمات، كما لا تحتوي هذه المرافق على إمدادات الأكسجين أو الماء أو الكهرباء أو نظام الصرف الصحي. بيبركورن أضاف أن مستودع منظمة الصحة في خان يونس تعرض لتدمير شديد بسبب الأعمال العدائية في المناطق المجاورة له، وأن هناك أضرارا جسيمة في الجدران والأبواب والنوافذ، وتم تدمير العديد من الإمدادات. ولفت إلى أن الحركة السكانية نحو خان يونس والمنطقة الوسطى واضحة. وفيما يتعلق بمجمع ناصر الطبي، قال بيبركورن إن فريق المنظمة رأى أن مستودع المستشفى الذي يزود العديد من المستشفيات في الجنوب يحترق ويتعرض لأضرار بالغة، وقال إن التقديرات تشير إلى أن الحريق دمر غالبية الإمدادات والألواح الشمسية، كما هدم الجدار الجنوبي وتم تدمير أجهزة الأشعة الصينية، كذلك تدمير واسع النطاق للمواد الجراحية المعقمة وتدمير جهازي تخدير. ممثل المنظمة الدولية أكد أنه مع بقاء مستشفى ناصر في حالة خراب يعني ذلك انهيارا للعمود الفقري للنظام الصحي في الجنوب. وبرغم كل الصعاب، فقد كان مدير المستشفى وبعض العاملين الصحيين حاضرين في المستشفى، وقد بادروا إلى معالجة بعض حالات الصدمات النفسية وحالات الأمومة الطارئة. ولفت إلى أنهم يخططون لتوسيع قدرة المرضى الداخليين واستئناف بعض الخدمات الأساسية بحلول الأسبوع المقبل. بالنسبة لمجمع الشفاء الطبي في غزة، قال ممثل منظمة الصحة العالمية إن استعادة الحد الأدنى من الوظائف على المدى القصير أمر غير ممكن، حيث تعرضت مباني قسم الطوارئ والجراحة والولادة في المستشفى لأضرار جسيمة بسبب المتفجرات والحرائق. استشهد أكثر من 29 فلسطينيا وأصيب العشرة في ثالث أيام عيد الفطر المبارك جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في منطقة السدرة بقطاع غزة. في غضون ذلك ارتفعت حصيلة الضحايا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 من أكتوبر الماضي إلى 33,634 شهيدا ونحو 76,214 جريحا. في اليوم 89 بعد المئة واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي قصفها لمختلف المناطق في قطاع غزة مخلفة عشرات الشهداء والمصابين، وذلك بالتزامن مع العملية العسكرية الجديدة التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط قطاع غزة منذ الليلة الماضية. طيران الاحتلال الإسرائيلي واصل استهداف شمالي مخيم النصيرات وسط القطاع بالأحزمة النارية ومحيط المدرسة الماليزية التي نسف عدد كبير من المنازل القريبة منها، ووصل عدد من الإصابات مستشفى شهداء الأقصى بعد قصف مدرسة تؤوي نازحين في المخيم الجديد بمنطقة النصيرات وسط غزة، وأعلن مستشفى عودة استقبال عدد آخر من الشهداء الجدد. وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا سوق الدراجات النارية بالمخيم الجديد وشقة سكنية في أبراج الصالحي، وامتد القصف نحو مدينة الزهراء التي دمر فيها جيش الاحتلال بناية سكنية، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي أيضا مسجد الشيخ زكريا في حي الدرج وسط غزة، واستشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين في قصف قوات الاحتلال لشارع صلاح الدين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استشهد عدد من الفلسطينيين في قصف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي في سوق فراس الشعبي وسط مدينة غزة. وقصفت زوارق حربية تابعة للاحتلال الإسرائيلي مدرسة في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات، ما أسفر عن شهيد وعدد من الإصابات. وفي جباليا استشهد رئيس مركز شرطة المدينة ورئيس لجنة تأمين المساعدات في شمال قطاع غزة جراء غارة إسرائيلية استهدفت منزله، كما استشهد عدد من المواطنين في استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في حي الجنينة شرقي رفح. وفي خان يونس انتشل المسعفون جثامين متحللة لمواطنين فلسطينيين جراء القصف والعدوان الإسرائيلي. أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على متحدث باسم حركة حماس وقادة بوحدة الطائرات المسيرة التابعة للحركة الفلسطينية. وفي السياق ذاته أدرجت دول الاتحاد الأوروبي اليوم الجناح العسكري والقوات الخاصة لحركة حماس والجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، أدرجتهم على قائمة عقوبات الاتحاد المتعلقة بحقوق الإنسان. وقالت دول التكتل إن كتائب القسام وقوات النخبة التابعتين لحماس وسرايا القدس التابعة لحركة الجهاد تخضع الآن لتجميد الأصول وحظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أصبح توفير الأموال لهم بشكل مباشر أو غير مباشر محظورا أيضا. ويصنف الاتحاد الأوروبي بالفعل حماس والجهاد الإسلامي كمنظمتين إرهابيتين. تبذل مصر كل ما في وسعها لضمان سرعة واستمرار التدفق للمساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة. وتم اليوم دخول 50 شاحنة مواد غذائية من معبر رفح، كما تم دخول 79 شاحنة مساعدات غذائية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، ليبلغ بذلك إجمالي شاحنات المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة عبر معبري رفح وكرم أبو سالم 129 شاحنة. وأضافت مصادر بدخول 4 شاحنات غاز عبر معبر رفح، كما استقبل المعبر 35 مصابا فلسطينيا و 72 مرافقا. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول أولى شاحنات المساعدات الإنسانية لقطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي فتحت مؤخرا أمس الخميس. وذكر الجيش أن الشاحنات فحصت في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع. في ظل الضغوط الدولية على إسرائيل للسماح بدخول المزيد من المساعدات للحد من الأزمة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة المحاصر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عبور أولى الشاحنات التي تحمل مساعدات غذائية إلى قطاع غزة عبر نقطة العبور الشمالية التي تم افتتاحها مؤخرا. وذكر الجيش الإسرائيلي أن الشاحنات تم فحصها في معبر كرم أبو سالم قبل التحرك شمالا للعبور إلى القطاع. وتأتي تلك الخطوة بعد توتر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية، حيث طالب الرئيس الأمريكي جو بايدن في مكالمة هاتفية متوترة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ إجراء فوري بشأن المساعدات، وذلك على خلفية غارة جوية إسرائيلية أسفرت عن مقتل 7 من العاملين لدى مؤسسات سنترال وورلد كيتشن الغذائية. وعلى إثر ذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت في وقت سابق عن نية إسرائيل فتح معبر بري جديد وميناء أسدود الواقع إلى الشمال من القطاع المحاصر من أجل إنفاذ المساعدات إلى شمال القطاع. وقالت إسرائيل بأنها قامت بإعداد معبر جديد في شمال القطاع من شأنه أن ينقل المساعدات مباشرة إلى مدينة غزة والمناطق المحيطة بها حيث تشتد الحاجة إليها. ومن أجل البحث عن مخرج من الضغط الدولي، قالت إسرائيل إنه يجرى العمل على تنظيم طريقين مع الأردن، حيث يتم فحص ما يصل إلى 150 شاحنة في المملكة قبل العبور إلى إسرائيل. واتهمت منظمات إنسانية عديدة إسرائيل باستخدام الجوع سلاحا في حرب غزة، حيث يقول خبراء الأمم المتحدة إن نصف السكان يواجهون انعداما كارثيا للأمن الغذائي، خاصة في ظل المعوقات التي تقوم بها إسرائيل لمنع دخول المساعدات بالإضافة إلى استهداف المدنيين. قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز اليوم، قال إن هناك مؤشرات واضحة في أوروبا على أن دول القارة مستعدة للاعتراف بدولة فلسطينية. والتقى سانشيز في وقت سابق نظيره النرويجي في أوسلو في إطار حملته الدبلوماسية لحشد الدعم للاعتراف بدولة فلسطينية. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال عملية دهم واسعة في مخيم الفارعة جنوب مدينة طوباس بالضفة الغربية. وشنت قوات الاحتلال عمليات دهم واقتحامات لعدة مناطق أخرى بالضفة الغربية، من بينها عزبة أبو بلال في ضاحية الكاتبة شرق المدينة وبلدة بلعة شرق الحي الغربي. اقتحامات واعتقالات تشهدها الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل بالتوازي مع حرب غزة التي اندلعت بعد هجوم 7 أكتوبر. القوات الإسرائيلية شنت حملة دهم واسعة في أرجاء متفرقة من الضفة الغربية فجر اليوم، أبرزها مخيم الفارعة جنوب طوباس، حيث استشهد شابان فلسطينيان وأصيب آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي. الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت مخيم الفارعة بعد خروجها من حاجز بوابة عطوف إلى الشرق من طوباس وبعد مرورها عبر بلدة طمون.
اقتحام المخيم تزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع المسيرة في سماء مخيم الفارعة ومحافظة طباس بشكل عام، كما نشرت قوات الاحتلال القناصة عند مدخل المخيم، فيما اندلعت مواجهات واشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال المقتحمة للمخيم تخللتها انفجارات قوية. كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة تولكرم من محورها الجنوبي بعدة آليات عسكرية وسط إطلاق نار كثيف قادمة من مستوطنة أفلي حيفيتس باتجاه بوابة شوفا. مصادر محلية ذكرت أن الآليات العسكرية اتجهت صوب منطقة العزب شرق تولكرم وتمركزت في ضاحية الصوانة وعزبة الجراد وعزبة الطياح. في الوقت ذاته اقتحمت قوة أخرى المدينة من محورها الغربي واتجهت شمالا باتجاه حي الأقصى في ضاحية شويكا، وقامت بمطاردة مركبة لأحد الشبان بالقرب من دوار اليونس المؤدي للضاحية وأطلقت النار صوبها دون أن يبلغ عن إصابات. كما اقتحمت قوات الاحتلال عزبة أبو بلال في ضاحية أكتابة شرق المدينة وبلدة بلعة شرق الحي الغربي وفتشتها ونشرت دورياتها في الطريق الواصل بين بلعة ودير الغصون من جهة حاووز المياه القديم. وهكذا تستمر الاقتحامات والاعتقالات اليومية وهجمات المستوطنين التي راح ضحيتها مئات الشهداء، بالإضافة لاقتحامات المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين وتعزيز التوسع الاستيطاني بمصادرة المزيد من أراضي الضفة الغربية. بانوراما النيل ما زالت مستمرة ونتابع فيها بعد الفاصل. الصراع في السودان يختتم عامه الأول وسط تقديرات بتسبب القتال في مصرع الآلاف ونزوح أكثر من 6 ملايين آخرين. الآن إلى وقفة مع أخبار الاقتصاد مع زميل الأمير داود. إليك أمير. شكرا جزيلا لك فاطمة. شكرا محمد. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشاطنا الاقتصادية وأبرز وأهم ما نتابعه فيها. وزارة المالية تؤكد العمل على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع وتقرر إحالة البضائع المكدسة بالموانئ إلى المهمل. أكدت وزارة المالية أنها تعمل مع كل جهات الدولة على الإفراج الجمركي الفوري عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة. وأوضح وزير المالية أن إجمالية قيمة البضائع المفرج عنها من شهر مارس الماضي وحتى الآن بلغت 8 مليارات دولار. ولفت الوزير إلى أنه تقرر إحالة البضائع المكدسة في الموانئ دون أي أسباب قانونية حتى نهاية مارس 2023 إلى المهمل واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. أكد وزير البترول طارق الملا أن مركز التميز للتحول الطاقي التابع لقطاع البترول يعد أول كيان استراتيجي متخصص لخدمة قطاع البترول، وأيضا القطاعات كثيفة استهلاك الطاقة في مصر والقارة الإفريقية في تعزيز التحول إلى أنظمة الطاقة المستدامة. وأشار الملا إلى تقديم برامج تدريبية نظرية وعلمية وعقد ورش عمل ودورات توعوية بالتحول الطاقي، فضلا عن إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروعات تحسين كفاءة الطاقة. اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي دعما ماليا بقيمة 1 مليار يورو لمصر، وذكر المجلس أن الاتحاد الأوروبي سيقدم 1 مليار يورو من المساعدات المالية الكلية العاجلة قصيرة الأجل إلى مصر من أجل المساعدة في دعم الاستقرار الاقتصادي. وبحسب البيان يهدف هذا الدعم إلى معالجة الوضع المالي والاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الأشهر الأخيرة، لا سيما بعد اندلاع حرب غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية. قالت المدير العام لصندوق النقد الدولي
لينا جورجيفا أن الصين في حاجة إلى تعزيز الطلب المحلي وتحويل المزيد من اقتصادها نحو قطاع الخدمات للحد من المشكلات الناجمة عن فائض الطاقة التصنيعية في قطاعات معينة. من ناحية أخرى أشارت جورجيفا إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة في الولايات المتحدة لم تكن جيدة لبقية العالم وقد تمثل مصدر قلق إذا ما استمرت إلى فترة طويلة. تراجع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبة جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع في إشارة على أن سوق العمل لا يزال قويا. وقالت وزارة العمل الأمريكية إن عدد الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانة البطالة تراجع بوقع 11,000 طلب وبلغ 211,000 خلال الأسبوع المنتهي في 6 من شهر أبريل. أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى ارتفاع قياسي، لكنه أرسل إشارة أكثر وضوحا بأنه ربما يستعد لخفضها مع استمرار تراجع التضخم في منطقة اليورو. وأبقى المركزي الأوروبي للدول العشرين التي تتعامل بالعملة الأوروبية الموحدة أبقى سعر الفائدة على الودائع عند 4% كما هو الحال منذ شهر سبتمبر في إطار جهد مستمر منذ عام ونصف العام لكبح الأسعار. أظهرت بيانات رسمية أن بريطانيا في طريقها للخروج من ركود سطحي إذ نما الناتج الاقتصادي للشهر الثاني على التوالي في فبراير كما تم تعديل قراءة يناير بالرفع ونما الناتج الإجمالي المحلي بنسبة 0.1% على أساس شهري في شهر فبراير. ودخل الاقتصاد البريطاني في ركود بالنصف الثاني من العام الماضي مما وضع تحديا أمام رئيس الوزراء ريشي سوناك لطمأنة الناخبين على وضع الاقتصاد في عهده قبل انتخابات تجرى هذا العام. ختام نشاطنا الاقتصادي وعودة من جديد إلى الزملاء محمد جوهر وفاطمة نبيل واستكمال البانوراما. تفضلي فاطمة. شكرا لك. تختتم أزمة الحرب في السودان عامها الأول وسط تقديرات بتسبب القتال في مصرع آلاف السودانيين ونزوح أكثر من 6 ملايين آخرين داخليا وخارج البلاد من آتون الحرب. ومن جانب آخر استنكرت وزارة الخارجية السودانية استضافة فرنسا مؤتمرا لدعم الجهود الإنسانية في البلاد مقررا يوم الاثنين القادم، وجاء اعتراض الخرطوم لعدم التشاور معها في انعقاد المؤتمر وعدم تلقي الحكومة دعوة للمشاركة فيه. تكمل الحرب السودانية عامها الأول في 15 من إبريل وسط توقعات فاشلة بتحديد يوم تضع الحرب فيه أوزارها. أودت المواجهات المستمرة بين قوات الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ونائبه قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو بحياة آلاف السودانيين وفق التقديرات المبدئية للأمم المتحدة. واضطر أكثر من 6 ملايين سوداني إلى النزوح من ديارهم، بينما لجأ 1.5 مليون سوداني إلى الدول المجاورة. تسببت الحرب في السودان في تعرض مئات الآلاف من النساء والأطفال للموت جوعا، مع تعرض 18 مليون سوداني لنقص حاد في الغذاء. واعتبرت الأمم المتحدة أن السودان الذي كان قبل الحرب واحدا من أفقر دول العالم مرشح لتكبد أسوأ أزمة جوع في العالم. كما تسببت الحرب في انهيار النظام الصحي بشكل شبه كامل في السودان، وتقدر الخرطوم حجم خسائر القطاع الصحي في البلاد ب 11 مليار دولار مع خروج نحو 70% من المرافق الصحية عن العمل. وقد سجلت مؤشرات منظمة الصحة العالمية حاجة 15 مليون سوداني لمساعدة صحية عاجلة مع انتشار أمراض الكوليرا والملاريا والحمى في البلاد. هذا ويسود الجمود السياسي الموقف في السودان مع سيطرة قوات الدعم السريع على أنحاء واسعة من العاصمة الخرطوم وإقليم دارفور، بينما تسيطر قوات الجيش على أنحاء متفرقة من شرقي السودان، إضافة إلى السيطرة الكاملة للأجواء بسلاح طيران الحربي. ومع استمرار الجمود السياسي فشلت محاولات الاتحاد الإفريقي خاصة الهيئة الحكومية لتنمية دول شرق إفريقيا إيجاد
فشلت في التوصل إلى حل للأزمة، كما لم تتمكن جهود الولايات المتحدة والسعودية في تمديد وقف إطلاق النار المتقطع بين قوات الجيش والدعم السريع. وطالت الخلافات أيضا الجهود الإنسانية مع إدانة وزارة الخارجية السودانية استضافة فرنسا مؤتمرا لتقديم الدعم الإنساني مقررا في 15 من الشهر الجاري لعدم التشاور أو التنسيق مع الحكومة السودانية. نشرتنا متواصلة ونتابع بعد الفاصل. المواطنون يتوافدون على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك. إقبالا كبيرا من الزائرين المصريين والأجانب في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، ويستهدف الزائرون التعرف على الحضارة المصرية القديمة والتنزه عند إحدى عجائب الدنيا السبع. كلمة حلوة وكلمتين حلوة يا بلدي. العيد في منطقة الأهرامات بالجيزة له مذاقه الخاص، حيث يرسم على وجوه الزائرين المصريين والأجانب السعادة والبهجة بين أصالة التاريخ والتعرف على حضارة مصر القديمة، ليتوافد المصريون منذ الصباح الباكر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك على منطقة الأهرامات للاحتفال بأجواء العيد. شوف الزحمة قديه، وشوف الأمن والأمان هنا قديه، احنا فرحانين جدا بآثار مصر، آثار بلدنا، ولازم ندعم السياحة بتاعت بلدنا احنا الأول عشان الأجانب يدعمونا. شوف الأمن والأمان عامل ازاي، وشوف قمة المصريين القدماء عامل ازاي، وشوف تاريخنا عامل ازاي، وشوف الحضارة بتاعتنا عامل ازاي. ايه العظمة اللي انا شايفها دي؟ صورت مع الجمل وركبت الجمل ورجبت الحصان، لقيت فرحة طبعا، يعني فكلنا جايين نفرح بأولادنا الصغيرين ونستمتع بمظاهر البلد كلها. يعني ركوب الخيل والحنطور سمات مميزة وموروث تاريخي يقبل عليها المصريون بمنطقة الأهرامات للتجول داخل المعالم الأثرية بالمنطقة، بدءا من الهرم الأكبر ثم بانوراما الأهرام، ووصولا لتمثال أبو الهول، وسط توفير كافة الخدمات والتأمين الكامل من جانب المنطقة الأثرية للأهرامات. بنلف حول الأهرامات، بندخل جوه الهرم بحيث نشوف الأنفاق اللي فيه، وبيكبوا الأطفال بيكبوا الجمال والحصنة ويتمتعوا بالشمس بتاعت مصر الحلوة اللي الناس كلها بيتمنوها. فالحمد لله يعني جو مبهج كله. راجل جه خدنا بالحصنة، احنا قعدنا وقعد يكلم عن الأهرامات اللي حصل والأهرامات الصغنانين بتاع مين. ما شاء الله حاجة جميلة جدا تبارك الله، يعني احنا جايين من انجلترا مخصوص عشان نشوف الأهرامات، نقضي هنا أسبوع. طبعا جولة جميلة جدا جدا جدا، والأهرامات تبارك الله حاجة جميلة، والتنظيم ناس ما شاء الله بروفيشنال جدا، حاجة محترمة جدا جدا. إحساس حلو طبعا، وأهرامات متعة إن أي حد يزورها في العيد، وحاجة حلوة يعني حضارة للبلد حلوة. منطقة الأهرامات بالجيزة استقبلت أكثر من 35 ألف زائر في ثاني وثالث أيام عيد الفطر المبارك، وزيادة عدد منافذ التذاكر منعا للازدحام والتكدس، وتنظيم دخول وخروج الأفواج السياحية بكل سهولة ويسر. بين عبق التاريخ وعراقة الحضارة المصرية القديمة، تظل منطقة الأهرامات بالجيزة الوجهة المفضلة لكثير من الأسر المصرية للاستمتاع بأجواء العيد، ومصدر البهجة والسعادة للشباب والأطفال والكبار على مر العصور. من داخل منطقة الأهرامات بالجيزة، أحمد ممدوح، النيل الأخبار. تشهد الحديقة الدولية بمدينة نصر إقبالا كثيفا من المواطنين خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وقد تنوعت في الحديقة الدولية مظاهر الاحتفال بعيد الفطر بين اللعب والاستمتاع بالمساحات الخضراء والملاهي والأقسام المختلفة بالحديقة. رحلة العيد مظهر أساسي من مظاهر الاحتفال عند المواطنين، ثمة من أجلها للأيام الأخيرة من الإجازة واختار الحديقة الدولية ليستمتع بين جنباتها بعيدا عن روتين الحياة اليومية. أعدت الحديقة بدورها برنامجا ترفيهيا للجمهور
طوال أيام العيد، منها الألعاب وفقرة الساحر وقطار النزهة، ما أسهم في أن تشهد إقبالا كبيرا من الأسر والأطفال للاحتفال والاستمتاع. أنا واخد أولادي وقلت أخرج نغير جو شوية، نخرج البيت، نخرج من جو رمضان شوية. فرحة العيد طبعا بنبقى فرحة مختلفة عن أي مكان تاني أو في أي حتة تانية. العيد في مصر مختلف عن أي دولة تانية شفتها في حياتي. لعبنا وتفسحنا وتمرجحنا بخرج بلعب بتفسح مع بابا. فضلنا نلعب ولعبنا بالكورة وكل حاجة. تفسحت وطلحت يعني ولعبت الكورة وكله. يعكس هذا الإقبال على الحديقة الدولية أهمية حديقة الحيوان والأرمان اللتان تشهدان عمليات تطوير تمنعهما من استقبال المواطنين خلال الأعياد لفترة محددة، لكن مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة طور 30 حديقة لاستقبال الجمهور على رأسها الحديقة الدولية، ما ساعد على إدخال السرور في نفوس الزائرين. الكوات اللي انا اخدهم في النهارده افسحهم كده فسحه حلوه في وسط الجنينه والناس الحلوه. من الساعه 8 الصبح بنلف الجنينه وبنركب الناس كده، بتبقى مبسوطه وباللفه يعني. انا جايب الاسره كلها معانا انا ايه وكلها يعني الحمد لله مبسوطه يعني الحمد لله. خرجنا ثالث يوم واول يوم وثاني يوم بقى الكحك كل سنه وانت طيب. اجمل فرحه جبنا كوره وقعدنا نلعب انا واولاد عمي، قعدنا نلعب يعني ونروح بمرجحنا. وليتمكن المواطنون من تحقيق الاستمتاع بإجازة العيد، عمل متخصصون على رفع كفاءة المسطحات الخضراء وتهذيب الأشجار وتجديد المقاعد، بالإضافة إلى تجهيز حديقة الحيوان المصغرة بالحديقة الدولية وتجهيز مدينتي الألعاب الترفيهية والألعاب المائية. يؤجل العديد من المواطنين رحلة العيد إلى الأيام الأخيرة من الإجازة، ذلك لأن الأيام الأولى بالنسبة إليهم تكون مخصصة إلى الزيارات العائلية، ولكن استعدت الحديقة الدولية في كل الأيام لكي يقضي الجميع إجازة العيد في جو من الفرحة والاطمئنان. من الحديقة الدولية، محمد جمال، قناة النيل للأخبار. نظمت وزارة الداخلية زيارة لعدد من دور رعاية الأيتام أصحاء ذوي الاحتياجات الخاصة، احتفلت خلالها مع الأطفال الأيتام بعيد الفطر المبارك، وتم خلال الزيارة توزيع عبوات كعك العيد وملابس العيد عليهم. في إطار حرص وزارة الداخلية على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد من منطلق تفعيل دورها الإنساني والاجتماعي في تحقيق التواصل مع كافة فئات المجتمع، مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، احتفلت الوزارة بعيد الفطر المبارك مع نزلاء دور رعاية الأيتام من خلال توجيه مأموريات إلى هذه الدور على مستوى الجمهورية وتوزيع هدايا عليهم. بنشكر وزارة الداخلية على المجهود ودعم الدائم للدار والأطفالنا، خلتهم علينا في كل موسم وفي كل زيارة بتدعم ولادنا فيها وبتدخل عليهم البهجة والسرور. السنة دي الولاد اتبسطوا جدا باللبس اللي جالهم، وبشكرهم على حسن تعاونهم معنا وعلى وجودهم معنا في كل المناسبات والأعياد. أنا مبسوط لوزارة الداخلية جت تحتفل معنا وتدينا لبس العيد وكحك العيد، وانا فرحان قوي انهم بيجوا يعملوا لنا حفلات كتير، واتبسطنا النهارده وكل سنه وانتم طيبين. اضفت هذه المبادره الانسانيه من الوزاره فرحه كبيره على الاطفال الايتام نزلاء هذه الدور الذين ثمنوا غاليا دور الوزاره في تقديم الدعم والرعايه لهم وعلى مدار العام. عندي امل فيكم وبيكم نبني عزيمه وعمل. بنشكر وزارة الداخلية على دعمها المتواصل لينا في جميع المناسبات، ودايما وزارة الداخلية في جميع المناسبات الدينية والأعياد والمواسم دايما في ظهرنا وبتدعمنا باستمرار. نفسي ان هم يجونا كل يوم
وفرحان ان هم بيجيبوا لنا هدوم العيد. بشكر الظباط جدا جدا ان هم جم معانا النهارده، واحنا فرحانين بيهم ونفسنا هم يجوا تاني. وفي لفته انسانيه من وزاره الداخليه تجاه الاطفال الايتام، تم اصطحاب عدد من هؤلاء الاطفال على مستوى الجمهوريه الى المحال التجاريه وشراء ملابس العيد لهم، وهو ما زاد من فرحتهم واحساسهم ببهجه العيد في ظل الاهتمام الذي توليه الوزاره لهم. وزارة الداخلية واصلت احتفالاتها مع المواطنين بعيد الفطر المبارك عبر توجيه مأموريات إلى دور رعاية المسنين على مستوى الجمهورية، حيث تم توزيع بوات تحتوي كحك العيد على نزلاء هذه الدور الذين تحرص وزارة الداخلية على رعايتهم طوال العام. عندي أمل فيكم وبيكم. كل سنة وانتم طيبين، ويخليكم لينا ويبارك فيكم ويتنكم ظهر وسند لينا على طول يا رب. كل سنة والشطة كلها طيبة إن شاء الله. هكذا تتنوع احتفالات وزارة الداخلية مع المواطنين بالعيد انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية للوزارة وحرصها على مشاركة المواطنين الاحتفال بالمناسبات والأعياد المختلفة. ختام البانوراما، وهذا تذكير بأبرز العناوين. حزب الله يعلن استهداف مواقع لمدفعية إسرائيلية في منطقة الزعورة بعشرات الصواريخ الكاتيوشا. مصادر أمريكية تؤكد أن إيران ستشن اليوم هجوما على إسرائيل بأكثر من 100 صاروخ ومسيرة، ونتنياهو يؤكد أن بلاده مستعدة لجميع السيناريوهات. منظمة الصحة العالمية تحذر من أن مجمع الناصر الطبي ومستشفيات الأقصى والخير في غزة متوقفة تماما عن العمل. شكرا طيب المتابعة، وللمزيد دائما زوروا موقعنا على الانترنت 9.hg. أشكر لكم حسن الاهتمام والمتابعة، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.